الله صوتك صحة والآن معنا من الدولة اللي أنا أحبها جدا على الصعيد الشخصي دولة الكويت الشقيقة أخي عايض الجاني والله أبدعك أخي عايض الزايد. أول شيء مرحبا بك في برنامجنا تربع، مرحبا بك ومسهلا تربع في الحلقة الثالثة أي نعم هاشتاق قط ما في الحلقة. سؤال لك أخي عايض. السلام السلام ورحمة الله. أرحب يا أبو بنير، أرحب أرحب مالك قفا. سؤال لك أخي عايض، أنت داخل تجربة في برنامج البزنس، وأنا أعرف أنها أول تجربة لك في قناة في البرامج الواقعية ككل. حن مثل ما قلنا ما نبغي رسمية ولا نبغي تقييد من بعض الكلمات أبد، قط اللي في نحرك. هل تشوف العايض الزايد منافس في البرامج في برنامج الواقع؟ وهل أنت تقدر تذكر أسماء من وجهة نظرك؟ كل واحد يتحمل وجهة نظر. إذا مثلا أنا قلت مثلا خالد السهلي ولا وليد البحيح، أنا هذه وجهة نظري، ممكن سيف الزعبي أنه يغير يقول مثلا حمد لكلبي ولا عايض، هذه وجهة نظر. فهل أنت تقدر أنك تقول أسماء تنافس عايض الزايد في برنامج البزنس؟ والله أشوف للأمانة كلهم، أكون معك صادق، والله أنا بعد بكون معك صادق أن كلهم هذه مثالية. لا مو مثالية كلهم. حلو وجهك. أنا أقولك يا محمد عطني يوم مثلا في البراي، من اللي راح تتوقع أنت راح يكون في البراي؟ أنا بأتوقع مثلا بكل الصدق وأمانة تقول لي والله يا. لا أتوقع لك بكل الصدق لأنها وجهة نظري. مثلا ما راح تدري أنت. لا ما أنا أتوقع هذه وجهة نظري. أكثر لهنا بقول لك، أقول لك الله يبارك، أكثر لهنا منشدين ما شاء الله تبارك الرحمن، وصوتهم ما شاء الله تبارك الرحمن، وهنا الشعار ما شاء الله تبارك من بحر عندك ما شاء الله تبارك، وليد نايف فلاح من اللي ما ذكرنا اسمه. زين بقول لك عايض، عشان تكون مثلا الرجال ده مبدع في الشعر. نعم. ولكن في الأسبوع هذا ما قدم شيء، أنا أتوقع أنه يطلع برايم لأنه ما قدم شيء الأسبوع ده. أنت على وجهة نظرك من اللي تتوقع أنت؟ كل واحد يشوف نفسه أنه مبدع في مجاله، ولكن من اللي أنت تتوقع من وجهة نظرك أنه ينافسك في البرامج الواقعية؟ أبغي منك ثلاث أسماء عشان ما أضيق عليك. تبي ثلاث أسماء؟ نعم. باستثنائي باستثنائي، لا تقول لي لا تقول لي مرة خارج النطاق. نعم أنا خارج النطاق. عندك مبدع شاعر يستاهل أبو بحيح، بس القلم عندك بس خلاص خلاص إيه. وأبو عبد الرحمن ولا هنا الربع يستاهل. تعرف تختاره أنت؟ أبد عندك أبو عوضة يستاهل، تستاهلون. كل هذه كلها وجهات نظر، وكل واحد مسؤول عن وجهة نظر. وش هدف عايض الزايد في دخوله برنامج الواقع؟ مع أني أنا أعرفك على الصعيد الشخصي، لك قاعدة جماهيرية في الكويت ولك قاعدة جماهيرية في الخليج بشكل عام، وش هدفك أساسا في البرامج الواقعية؟ محبة الناس تكون أكثر. ترى بلاد ما يطمع أن هي بالعالم يزيدون، هنكون صادقين يا الربع. نعم. الواحد يطمع، ما في أحد ما يطمع، اللي ما يطمع ده مهب. نعم صحيح. هذا اللي أنا أبيه للأمان، ووصل صورة للجمهور، ووصل صورة يعرفون من هذا زاد أكثر. هل تشوف أن البرامج الواقعية بشكل عام أنها تضيف للشخص ولا الشخص يضيف لها؟ لا الشخص هو اللي يضيف. الشخص هو اللي يضيف للبرامج الواقعية. الشخص هو اللي عده، هو اللي طلع نفسه، هو اللي يثبت نفسه للناس. يعني البرامج الواقعية ما لها فضل على الشخص؟ لا لها فضل. لا فضلنا أنا أحطك عند العالم وأعلم العالم من أنت، تثبت نفسك عند العالم، تكون قاعدة جماهيرية. نعم تعب عليك. فالك التوفيق إن شاء الله لك ولإخواننا المشاركين يا رب العالمين. اللهم عندنا ولهم تعدنا عليكم يا رب عندنا.